اهلا بحضراتكم مره تانية. يمكن معانا برضو موضوع مهم في الفقره دي، وكل سنه وحضراتكم طيبين. طبعا ايام قليله بتفصلنا عن نهايه عام 2017 وبدايه عام 2018. ان شاء الله يجعل عام 2018 احسن وافضل علينا جميعا. لكنه دايما احنا مع كل سنه بنقوم عام جديد وبدايه جديده، لكن بنتفاجئ بقى بحاجتين، انه يمكن مع مرور الايام العام الجديد بننسى ان احنا قررنا نكون مع نفسنا في بدايه جديده احيانا، او احيانا بنفضل مش عارفين نخرج اصلا من السنه القديمه عشان نعمل بدايه جديده. احيانا بنقول ان احنا عايزين نعمل بدايه جديده، لكن مش شعوريا او من داخلنا مش عارفين نطبق ده. فقرتنا تحديدا هتركز حوالين فكره ازاي نصنع لانفسنا بدايه جديده ونضع خطه جديده مع بداية عام جديد قولا وفعلا. هنسأل ده للدكتور أو الأستاذ مايكل كمال، خبير التنمية البشرية اللي مشرفنا معنا النهاردة. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. مشاعر الإحباط والسعادة تختلف من بداية العام لنهاية العام. يمكن كلنا بنمر بحاجات مأساوية جدا، وبنتمنى ان احنا نوصل لمرحلة من الثبات حتى الانفعالي، ان احنا نضحك وننبسط وكده، ولكن الإحباط والوصول لهذه المرحلة بتبقى مختلفة وبتاخد وقت طويل. عايزين نتكلم عن اول سؤال، التفاؤل والحماس، وازاي نقدر ان انا ادخل واخرج من الحتة دي بشكل سلس. هو أول حاجة أنا بشوف إن باستمرار إن وجود مشاعر حتى لو أحيانا بتكون سلبية ده أصح بكتير من عدم وجود مشاعر خالص. أفتكر مرة قابلت حد كان واحدة ما عندهاش مشاعر، يعني حصل لها موقف في الماضي فقفلت، يعني زي مخها أو عقلها عمل قفل على مشاعرها بحيث إن هي نظام حماية لنفسها، فما بقتش بتنبسط ولا بتتضايق، فدي مش حياة إطلاقا. فلو قابلتي ناس بتتضايق ممكن تساعديهم إن هم ينبسطوا، لكن ولا بينبسط ولا بيتضايق أنا بعتبر إن الشخص مش عايش أساسا. يعني دي وصلت لمرحلة إيه بقى المفروض؟ إحباط؟ هي حاسة إن هي عايشة وعندها كل حاجة، متجوزة وناجحة وعندها بيت وعايشة في مستوى مادي كويس ومحققة نفسها وكل حاجة، بس بالنسبة لها حاسة إن هي مش سعيدة، فاقدة الهدف أو الدافع أو المعنى للحياة. وحاجة كمان محتاجة ترجعي لورا الأول وتشوفي إيه اللي عمل الموقف ده وتبتدي تعالجيه عشان تعرف تستعيد تاني حياتها يعني. صحيح. بس حتى لو الحياة مرت ومرينا بتجارب أو حاجات سلبية أو صعبة، بلاش إن إحنا نقف قدام النقطة دي كتير ونأزم الدنيا. ده أفضل بكتير من إن إحنا ما نكونش بنحس بحاجة خالص، لأن لو إحنا مش عايزين نتضايق فضمنيا إحنا مش هننبسط. إحنا مشاعر مش بتتجزأ، ما اللي بيحس بالضيق بيحس بالسعادة. فهي الاتنين مكملين لبعض. حاجة كمان برضو إن صحيا إن إحنا نحس أغلب الوقت بالسعادة، مش الإثارة أو النشوة العالية جدا اللي هي طول الوقت ده وضع افتراضي مش موجود، لكن إن إحنا نكون في أغلب الوقت سعادة ومن وقت لآخر نحس بمشاعر سلبية. بس المهم تكون حدتها قليلة ووقتها قليل، ما تستمرش طويل قوي، ما تكونش حادة قوي، باستثناء مثلا في الأزمات أو المواقف المعينة. على مستوى العالم وجدوا مثلا إن الناس في بداية السنة الجديدة أو عيد ميلاد أو حاجة نسبة الوفيات بتقل عالميا. ليه؟ لان الناس بتبقى مقبله اكتر على الحياه، هو متوقع ان في بدايه جديده، هيشوف احفاده، هيقضي سنه جديده، هيدخل في عقد جديد في حياته، ايا يعني كانت ايه الحاجه بعدها ممكن تبتدي تزيد تاني. فوجود دافع او هدف لبدايه جديده عموما بيرفع من المناعه بتاعت الجسم وبيساعد الانسان هو يكون عايش اكتر يعني. بس في حاجه تانية بقى برضو زي ما قلت، يعني في بقى حاجه اسمها نيو ييرز سيندروم احيانا، اللي هو انه مع احساسك بدايه عام جديد او ان في حاجه بتخلص وحاجه بتبتدي دايما بتبقى فيه مشاعر نيجاتيف شويه او خلينا نقول سلبيه احيانا. انا عايز اسالك، طيب ازاي اهيئ نفسي لبدايه سنه جديده؟ طب هو الاول ايه اللي بيخلي موجود المشاعر دي؟ يعني هو الناس في بدايه السنه الجديده ونهايه السنه بيبقى عندهم واحده من اتنين، يا اما بيبقوا متحمسين جدا ان هم يبتدوا بدايه جديده، يا اما بيبقوا محبطين جدا. اللي بيبقى مبسوط بيبقى بيفكر في ايه؟ بيبقى بيفكر ان سنه مرت اتكسب فيها 1 2 3، خسر كذا، بيقيم السنه بطريقه معينه، فهو قاعد بيحلل السنه بطريقه كويسه ومستعد او متحمس لبدايه جديده بالنسبه له. الشخص التاني اللي هيبقى متضايق اكتر ممكن يبقى مركز اكتر على الحاجات اللي خسرها، او ان حط تصور وما مشيش زي ما هو كان عايز او ايا كانت ايه الحاجه، فهيبقى حاسس باحباط اكتر. ليه؟ لان سنه مرت من عمره ما انجزش فيها حاجات كتير. مش المشكله ان هو ما بيبقاش انجز على فكره، المشكله ان هو بيبقى حلل الحياه غلط. يعني هو ركز على جوانب معينه، لكن لو قعد بصوره مظبوطه وقيم كل التجارب اللي هو مر بيها يكتشف ان في حاجات كويسه وفي حاجات وحشه، في حاجات ايجابيه وفي حاجات سلبيه. لكن هي تقييمي للموضوع اهم من الموضوع نفسه، تقييمي للحدث اهم من الحدث نفسه. طب اقدر اتعامل ازاي مع الناس دي؟ يعني برضه الناس دي بالنسبه لي ويرد قوي، يعني غراب. لو انا نفسي مش ويرد، انا عايز اقول لك عندي مثلا، يعني هقول انا مثلا بينتابني مع كل نهايه عام حاله من الخوف والقلق على اكتر من فكره التفاؤل والمساعده، لانه فكره الوقت
القلق ان انا مش هحقق الحاجات اللي انا حاططها او ما حققتش اللي فاتت. بالظبط. هنا ساعات اغلب الناس بتغالي جدا في الحاجات اللي ممكن تحققها في سنه وتقلل جدا من اللي تحققها في عقد او 10 سنين. فاحنا ساعات بنبقى حاطين طموحات اقصى من الوقت واقصى من طاقتنا، مش امكانياتنا او حدودنا، بس مش حاطين خطه مظبوطه توصلنا لده، فبنحس في الاخر كده هنبقى خسرانين. ما تحطش حاجه تطلع منها خسران طول الوقت. حط حاجه ممكن تكون اقل شويه وفي نفس الوقت مش تقلل من طموحاتك، بس حط حاجه تعرف تقيسها وعشان الموضوع تكون عملي اكتر ارجع من ورا لقدام. يعني مثلا متخيل ان انا بعد سنه هكون وصلت لكذا، او انا حاطط هدف الفلاني. طيب خلال السنه، انت السنه 12 شهر، فكل شهر محتاج تعمل ايه عشان توصل للهدف ده؟ طيب كل اسبوع في الشهر محتاج تعمل ايه؟ طب كل يوم محتاج تعمل ايه؟ فترجع بالهدف الكبير لوحدات صغيره جدا. اغلبنا ما بنعملش كده، بنحط هدف كبير جدا ممكن يكون مثالي او حلو قوي وما بناخدش خطوات، او بناخد بدايه خطوات في بدايه السنه وبنبقى متحمسين وبعد كده بنركنه. يعني مثلا على سبيل المثال، لو بتحفزي ابنك او بنتك في المذاكره، غالبا اغلب اولياء الامور ايه، بيحطوا تارجت او هدف كبير في نهايه السنه او بعد الترم او في نهايه السنه، صح؟ وايه اللي بيحصل؟ الطفل او اولادنا بيبتدوا متحمسين الاول بعد كده بيوقعوا النقطه دي. ليه؟ لان كلنا بلا استثناء مخنا ما بيعرفش يركز كتير على الهدف الكبير. بس قسمي الموضوع بصوره مرحليه، يعني مثلا لو هتجيبي له موبايل مثلا ب 1000 جنيه مثلا، حوشي، خليه يحوش كل شهر او يديله مبلغ يحطه في حصاله او في حساب او كذا بقيمه حاجه معينه لما يحقق تارجت معين او درجات على مستوى الشهر. كده انا بربط ايه الشخص؟ ان انت بتتكافئ كل ما بتنجح، لكن هدف كبير في الاخر، في الاخر بابا يعمل لي كذا او ماما تعمل لي كذا، بيبقى فكره حماسيه في الاول شويه وبيركنها، لما نوصل لده نشوف ايه اللي هيحصل. لكن لو حسيت ان انا بتابع نفسي باستمرار او اخر بيتابعني، النقطه دي بتفرق كتير. مشاعر الاطفال بتبقى مختلفه ايضا، وخصوصا لو هو حصل له موقف واحبط فيه. ازاي اقدر اتعامل مع طفل بشكل عملي في نفس الوقت انا امه، فانا مش عايزاه يتصدم، وازاي واجهه وازاي اعدي بيه، لان انا كمان ببقى مصدومه من الموقف، وليكن صدمه الموت مثلا لاحد الاقرباء اذا كان الجد الجده الام نفسها، يعني ازاي اقدر اعدي معاه؟ اول حاجه، ساعات في حاجه الناس بتغلط فيها، ان هي بتخلط ما بين مشاعرهم ومشاعر ولادهم. بمعنى ان انا ممكن اسقط حاجه انا اللي حاسسها او انا اللي حسيتها في الماضي من غير ما اخد بالي. هو اغلب تصرفاتنا بتبقى باللاوعي على فكره، يعني 90% من تصرفاتنا احنا مش بنبقى واعيين ليها، بنبقى مدركين احنا بنفكر وواخدين بالنا من كل حاجه، بس غالبا بنبقى بنطلع او مصير واستجابه او حاجات معينه. يعني مثلا لو طفل مر بتجربه ان انا وانا صغير فقدت حد من اسرتي مثلا، والتجربه دي ازمتني جدا، هبقى متخيل ان اولادي لو واجهتهم بالموضوع ده يبقوا متازمين جدا. اتسبت لوحدي مثلا واهلي سافروا او حصل معايا موقف معين وكنت خايف ومرعوب، هبقى متخيل ان ابني لو او بنتي لو مر بنفس التجربه هيحس برعب رهيب. هو شخصيته مختلفه عني، هو تفكيره مختلف، هو الخبرات اللي مر بيها مختلفه. فساعات الاهل بيقعوا في النقطه دي، ان هم بيسقطوا الحاجه بتاعتهم هم على الاخر. فمحتاج الاول افهم الاخر وما بقاش رابط الموضوع بيا انا. صحيح. تاني حاجه، ابتدي اواجه الموضوع، يعني ايه، اعلم ولادي من هم صغيرين ان هم يبصوا على الجزء الايجابي. لان الموضوع كلنا عارفين نبص على نص الكوبايه المليان، بس ما بنعرفش نعمل الموضوع ده. عقلنا مش مكيف ان احنا يدينا سعاده، عقلنا مكيف ان هو يدينا البقاء، الحمايه، ان احنا نعيش. ليه؟ ده جاي من الانسان البدائي اللي هو كان عايش في بيئه خطر جدا بالنسبه له، فكان بالنسبه له لازم مخه، الجزء الاولاني في المخ اللي هو الاولاني خالص ده البدائي، كان بيتعامل مع المثير والاستجابه او الفعل ورد الفعل. فاول ما يشوف حاجه لازم يواجهها، فايت اور فلايت، يا يواجه يا يهرب. ما بيعرفش يفكر اكتر من كده او يحلل. المخ مر بعد كده بمرحلتين تطور. لما احنا بنواجه مواقف دلوقتي بنعمل ايه؟ لسه بنرجع، ده اللي بياخد اول سرعه. لو احنا ما فصلناش ده ودخلنا المعلومه على العقل ان هو يترجمها اكتر من كده، هنتعامل بالمثير والاستجابه. فلازم عشان اكون انا ايجابي او ولادي او اخليهم يواجهوا حاجه معينه، لازم ابتدي احلل الموضوع بصوره معينه. انا لازم ابذل مجهود عشان اكون ايجابي. صحيح. مش هستنى الايجابيه دي لوحدها. ده مش ولادي بس، ده لينا احنا كمان. وليا احنا كمان. ما هو ولادي، يعني انا لو عايز ادي حاجه لولادي محتاج ادرسها انا الاول. يعني زي ما مره حد كان بيقول، امتى ابتدي اربي ولادي؟ قال له قبل ما اجيبهم ب 10 سنين. يعني انا محتاج 10 سنين. هو قصده ايه اللي قال؟ ان انا محتاج اعيش ده الاول. مش محتاج اكلمه. يعني لو هكلمه عن اهميه القرايه لازم ابتدي احب القرايه واقرا. لو هكلمه عن اهميه الرياضه ابتدي باسلوكي في رياضه. فانا محتاج ان انا اعيش، لان في الاخر هم هيشربوا اللي انا بعمله مش اللي انا بقوله. فكره المثل. بالظبط. كل الناس بتتكلم كويس لكن مش كل الناس بتعمل كويس. صحيح. طب اسالك سؤال بقى متعلق برضو بفكره العام الجديد وتخطيط الاهداف، ازاي اضع اهداف لسنه جديده؟ يعني هل احطها بالشهر باليوم؟ هل احط اهداف كبيره؟ يعني ايه الطريقه المثلى؟ هو ممكن ان انا احط ولا سنة فيش طريقه مثلى اصلا؟ يعني هي مش مساله طريقه، هي تفضيلات يعني. بس على حسب الحاجه، لان في هدف طبيعي ان هو، يعني مثلا لو هدفي ان انا يكون معايا 100,000 جنيه،
في فرق ما بين ال 100,000 جنيه تكون معايا بعد سنه او بعد 10 سنين كده كده ممكن اوصل لها، بس الفرق مثلا عامل الوقت مثلا او استقل او اعمل مشروع او ارتبط ايا كانت ايه الحاجه، فحته الوقت ده عامل مهم. فمهم هنرتب الحاجه وكمان الوقت بتاعها المناسب ليها قد ايه. انا بشوف ان سنه واحده كويسه وبس ما اقفش عند سنه، يعني سنه وخمس سنين وعشره مثلا وانا بقيم الحاجه. في نفس الوقت محتاج ارجع عمر خدت الخمسيه زي الحكومه يعني محتاج او كوارتر كل ثلاث سنين ايا كان، بس تبقى برضو اكبر من سنه. سنه بس برضو مش كافيه، لان زي ما بقول لحضرتك في الاول الناس بتغالي قوي سنه جديده بقى، فانا هكسر الدنيا المره دي هعمل كل ما اتعملش. في نفس الوقت في نقطه هنا الناس مش بتاخد بالها منها، ان هي ما نمتش بصوره معينه عشان توفي المتطلبات الجديده دي، الاهداف الجديده دي. انا ايه اللي انا عملته، ايه اللي انا نميت فيه عشان اضمن السنه دي ان انا هحقق ده، يعني ايه اللي انا اديته علشان اقدر اكسب في الاخر. خدت كورسات مختلفه، قريت كتب مختلفه، خدت ندوات، دخلت على النت دورت على حاجه معينه، ضفت لنفسي حاجه معينه، ولا ما عملتش ده بس حاطط خطه المره دي تبدو مثاليه قوي متوقع ان انا احققها كده، وش ان انا هحبط نفسي او هوصل لنفس درجه الاحباط. لكن اعمل حاجات مختلفه او اعملي حاجات مختلفه هتوصل لنتائج مختلفه. لو بعمل نفس اللي انا بعمله هوصل لنفس النتيجه. فبلاش ان احنا نغالي قوي في ان احنا بدايه جديده نبقى متحمسين قوي. في نفس الوقت مش بقول ان هي مش حاجه كويسه، بس لازم ناخد خطوات عمليه لده عشان نضمن ان احنا ما نوصلش لحاجه. رجوعا لسؤال حضرتك، انا بشوف ان سنه مثلا واحده كويسه بس محتاجين نزود اكتر من سنه. حاجه كمان مهمه وانا بحط التصور ده، يعني مثلا انا هعمل الجانب مثلا علاقاتي الاجتماعيه، هراجع من خمس سنين ودلوقتي وقدام خمس سنين مثلا. علاقاتي الاجتماعيه من خمس سنين كانت عامله ازاي؟ شغلي او دخلي المادي كان من خمس سنين عامل ازاي؟ ودلوقتي عامل ازاي ومتصور او عايزه يبقى فين بعد خمس سنين؟ الجانب مثلا البدني او الجسدي، الجانب الروحي، الجانب المعرفي. فانا بقيم نفسي على مش مجرد شويه اهداف عشوائيه. طب ممكن اقول لك على حاجه معلش؟ والله الموضوع ده انك جبت سيرته الجوانب، هي الجوانب دي بقى في حد ذاتها مشكله. ليه؟ لان انت بتبقى يعني في بعض الاشخاص مثلا ونعتقد منهم بيبقى عايز مثلا انه يفضل في حاله مستمره من النماء، مثلا على مستوى العمل، على مستوى العلاقات الاجتماعيه، على مستوى مثلا الرياضه البدن، على مستوى يعني على مستوى الروحي والمعرفي، وتلاقي انه من الصعب انك تحافظ على البالانس او التوازن ما بين كل ده. يعني من الاخر لو ركزت ده شويه بيجي لك الشغل، لو ركزت ده شويه الرياضه بتقع، بتظبط الجاكيت، يعني ايوه يعني فكره التوازن، التوازن ما بين كل حاجه هو ده اللي الناس كلها بتسعى ليه. دي نقطة، بس في نفس الوقت الناس ما بتاخدش بالها من حاجة، ان هي ما بتقيمش كل نقطة. يعني بمعنى ايه؟ مثلا اغلبنا بنميل ان احنا نشتغل ونبذل مجهود اكتر في الحاجة اللي بنحبها او اللي ناجحين فيها، وغالبا هما يبقوا الاثنين نفس الحاجة غالبا. يعني انا ناجح في مجال معين فانا متميز فيه، يعني مثلا ممكن ناس كتير جدا وبدي بشوفها باستمرار بيجوا على حساب البيت في اتجاه العمل. ليه؟ لان بره العمل بيتقدر وبينجح، انا بره بنجح، لكن بروح مراتي بتقول لي اعمل كذا وكذا وما عملتش كذا، وحاسس ان انا مش متقدر من حاجات كتير، فحاسس ان انا مش ناجح في المجال ده. فانا هميل لايه؟ هلاقي نفسي بطلع بره اكتر وبشتغل وبنتج وبتقدر وبنجح في الشغل ده، فخليني بره على طول. فخليني بره. النجاح الحقيقي انا بشوف ان هو بيبتدي في البيت وفي الاسره. مفيش اي نجاح بره ممكن يعوض النجاح اللي جوه. يعني الناس اللي بتبتدي تنجح جدا بره وهي مش ناجحه جوه، ثق ان هم ما بيبقوش سعداء جدا. او في ناس ممكن تنجح اما ما بقاش ليها علاقات اجتماعيه، فبالتالي انت نجحت لمين؟ دي نقطه برضو، وفي نفس الوقت مش هتستمر كتير. لان في الاخر النجاح هو مرتبط بناس، انت مش عايش او محدش عايش في الحياه لوحده. بتنجح بعلاقات، حته حتى لو شخص عصامي او بنى نفسه او عمل كل حاجه، هو بس شوه الحقيقه بعد ما وصل. بمعنى كان في ناس امنت بيه، وفي ناس ادته فرصه، وفي ناس دعمته بصوره ايجابيه او سلبيه، حتى لو سلبيه وحفزته، بس في ناس في حياته هم وصلوه بصوره او باخرى. طب حضرتك قابلت قبل كده بني ادم مثلا يكون الماضي بتاعه هو بالنسبه له دايما انا كنت كويس قوي زمان، انا ما بقتش شاطر زي الاول، انا كانت علاقاتي وحياتي كانت انجح، انا شايف انه الماضي هو افضل من الحاضر؟ يعني في ناس كده، في ناس بتقف عند اللي هو ممكن تبقى مستمره شويه فكره الليت جو، لو او ازاي اتجاوز عقبه الماضي. لو لسه بفكر النهارده في النجاح اللي انا مريت بيه او الاخفاق اللي انا مريت بيه الامس، فانا مش هبقى عايش النهارده، انا هبقى لسه محصور في الماضي. يعني كان ايه هو، مهما كان نجاح حلو قوي او اخفاق صعب قوي، الفكره ان لازم الواحد يبتدي يشحن نفسه باستمرار او يعيش دلوقتي. في ناس تصوراتها سلبيه جدا، وتصوراتي بنسبه كبيره هحققها. يعني الناس اللي تصوراتها ان الماضي هو اللي كان حلو، او البلد كانت احسن، او علاقاتي كانت احسن، او الشخص اللي مات مش عارف ايه وقت ما كان موجود كانت علاقتي كذا وكذا، ان كانت ايه الحاجه مش عارف يكمل خطوه لقدام. لكن لو غيرت لحد كبير وانا كمان حته ان انا بطمح لقدام، انا عن نفسي بفكر بتصور معين بيساعدني ان انا لما ببقى مبسوط قوي طموح، بس هي فكره تجاوز الماضي المحنه دايماً. او خصوصا
يعني الماضي. انا بقول لنفسي حاجه معينه بتساعدني يعني انا بقول لنفسي لما بقع في مشكله او دروب جامد او بتكعبل في حاجه في وانا ماشي ببتدي اقول لنفسي ان دي مش اقسى حاجه جت عليا وان اللي فات ما دام ما كسرنيش او ما مش هيكسرني ده برده مش هيوصلني فبفكر بطريقه معينه او مش دي اقصى حاجه همر بيها في حاجه ثانيه همر فبقلل من قيمه التعب او الالم اللي انا فيه ده ومش بحس ان انا ضحيه او الظروف او حد اجبرني على حاجه لكن لو انا متصور ان دي افظع حاجه فمش هخرج منها لكن لو بقول لسه اللي جاي فانت دلوقتي دي صغيره انت استسهل الامور في نفس الوقت لو انا مبسوط لو انا مبسوط دلوقتي لازم يبقى عندي توقع تاني انا مبسوط جدا دلوقتي مش بقلل من قيمه اللحظه دي بس هبقى سعيد اكتر قدام هبقى ناجح اكتر قدام هوصل لكذا اكتر قدام توقع باستمرار الاقصى في الايجابي والسلبي هيخليني اعرف اتجاوز ده بصوره افضل صحيح. طب في ناس طريقك مسدود مسدود يا ولدي يعني بجد والله كل ما بتتعامل معهم يعني حتى اي حاجه بتمر عليهم سعيده تلاقي الموضوع ايه انت ايه بالظبط انت ليه كئيب كده يعني في حاله قلق عامه على طول المستعده دي تروح فيفضل قلقان اكتر ما يفضل سعيد او يديك المشاعر السلبيه بس في الموقف مع انه بيبقى فيه مشاعر ايجابيه كويسه طب ما تبص لها من الناحيه دي يعني اغلب المشاعر اللي بتشدنا ورا وبتاثر علينا جامد القلق والغضب النوعين المشاعر دول مدمرين جدا واغلبنا بنمر بيهم وما بنحاولش ان احنا نخرج منهم او ما بنبقاش مدركين ليهم حل الموضوع ان انت قدر اكتر امتن اكتر اعمل زي اجنده او حاجه اجنده الامتنان واكتب فيها كل حاجه كويسه انت حققتها كل حاجه كلمه كويسه حد يعني لك قالها لك كل موقف كويس عملته كل حتى بوست او كومنت او حد كده علق لك بحاجه اكتبه جمع الحاجات دي لان لما انت تيجي في موقف تعبان وواقع طبيعي هفكر بصوره سلبيه صحيح. امسك دي واقعد راجع انا عملت كذا وفلان قدرني بكذا وقفت جنب فلان وعملت كذا حاجه كمان مهمه جدا لما تحس ان انت تعبان او واقع اخرج وقدم حاجه لحد عكس التوقع اللي بيبقى حاصل اغلب الناس بتعمل ايه انا واقع سيبوني في حالي انا محتاج عطف واهتمام وحب لا حل الموضوع ده ان انت اخرج بره الدايره دي اكسرها وابتدي اقدم لحد تاني ايه اللي بيحصل اول حاجه انا بخرج بره ذاتي تاني حاجه انا ببتدي اقدم حاجه لحد فببتدي احس ان انا عايش بهدف معين صحيح عموما احنا ما زلت قادر على عطاء البدايه لازم تبقى جديده دايما يبقى عندنا امل وتفاؤل نشكرك شكرا جزيلا استاذ مايكل كمال خبير التنميه البشريه على وجودك معانا وايكون اكيد هيكون لنا كلام تاني عن موضوعات كثيره صحيح انا كنت سعيده جدا في الحلقه وانا كمان كنت سعيد بجد والله العظيم ايضا جدا وبكره صباح جديد وبدايه جديده ان شاء الله بإذن الله.